شكون فينا ما بغاتش التفتيح، ما بغاتش التبييض، ما بغاتش علاج التجاعيد، ما بغاتش المشكل ديال الخطوط الرقيقه والعريضه اللي كتكون عندنا في الوجه ديالنا او في اليدين ديالنا، بغات شي حاجه اللي تجبد ليها البشره وتردها تبارك الله صغر من الاعمار ديالها. وشكون اللي ما بغاش تسد المسام وما بغاش تحيد الكلف وحب الشباب وتحيد المشاكل ديال البشره اللي كتكون مقلقاك في حياتك؟ اليوم غادي نعطيكم اجود الكريمات اللي ما غاديش تلقاو بحالهم حتى في البارا، كيتباعوا باثمنه خياليه مع انهم ماشي بنفس الجوده. غادي نعطيكم كريم من اجود واغلى الكريمات في الاسواق، هو هذا اللي غادي تشوفوا معايا البنات اليوم، شي حاجه روعه روعه غادي نصوبوا معكم من اتل زد. خليكم معايا وما تنسوا ناش بلي لايك ونبداو على بركه الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواتي والغاليات ديالي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وموضوع جديد. والموضوع ديال اليوم اهم من المهم، كما مولفه كنقول لكم موضوع مهم. علاش؟ لان داير واحد الضجه كبيره بين الناس اللي هو المشكل ديال التجاعيد والكلف والبشره ديالي ما فيهاش النضاره والبشره ديالي ما فيهاش اللمعان، وكنبان كبيره في السن مع انني باقا صغيره. الله يكبرنا على طاعه الله ورسوله، ولكن كل وحدة فينا كتبغي تهتم بالجمال ديالها، لأن صراحة الجمال ديالك تيبدا من وجهك. اليوم غادي نهضرو على الكريم ديال لبان الذكر، غادي نهضرو على هاد الكريم الغنية للتعريف. عندنا الكريم وعندنا السيروم، مرحبا بكم. أنا نوريكم الطريقة باش كيتصوب في المختبرات وكيفاش كيخرج حتى للبيع، ولكن راه ما غاديش يخرج بهاد الجودة اللي غادي نوريكم أنا اليوم، وغادي نوريه لكم بدون مواد حافظة. غادي نصوبوه بواحد الطريقة واعرة بزاف، والمكون اللي غادي يكون مع لبان الذكر غادي يكون قنبلة. علاش؟ لأن هادوك جوج مكونات إلا تزداو مع بعضياتهم كيعطيو ماشي فقط علاج للكلف وحب الشباب والمسام الواسعة وكيفتح وكيلمع وكيجبد لينا البشرة، لا، راه كيغدي لينا البشره من الجذور ديالها، فهمتوني؟ يعني البنات اللي كيبان فيهم الشرف دغيا ولا التعصب وعندهم الخطوط الرقيقه يعني ديال الابتسامه ولا حول العين ولا الجابين، هادو عليكم بهذا الفيديو هذا اللي غادي ندير معكم اليوم. تبعوه معايا ما تزقلو فيه حتى شي معلومه، راه غادي يكون ان شاء الله طوب ديال طوب. واللي بغات تاخذوا من عندنا تواصل معنا على الرقم اللي كيظهر على الشاشه. مرحبا بكم انا في فيديو جديد، نبداو على بركه الله. هانتوما بنات، دابا غادي ندوزو للطريقه، بغيتكم تحلو معايا وديناتكم وتركزو مزيان، لان هادشي اللي غادي نعطيكم اليوم مهم بزاف باش تصاوبوا واحد الكريم بحال اللي كيتباع في البارافارماسي وفي الصيدليات وفي غير ذلك من المختبرات الكبار. هذه هي الطريقه باش غادي تخدموا، تبعوا معايا لقطه بلقطه وما تزقلوا حتى شي حاجه، لان داكشي فيه ابارات ودقيق جدا. اول مكون غادي نهضروا عليه هو هذا اللي دائما تيدير ضجه، دائما تنبداو نهضروا عليه كيفاش وعلاش وكيفاش نعرفوا اصلي وما لقيناهش. اللي ما لقاش غادي يتواصل معنا على العموم، هو لبان الذكر. لبان الذكر شوفوا ملي بيتناه ليله كامله كيفاش كيولي، كيولي بحال المسكه. ردوا البال ان الحجره قادره باش نهرسها غير بيدي تتولي بحال الشكل ديال العلك. هانتوما شوفوا، شوف هذا هو لبان الذكر الاصلي، ولا رديتوا البال الماء ديالو راه تيولي بحال الحليب، سيرتو فاش غادي نبداو نعصرو فيه. حنا نعصرو وغادي تشوفوا مع نشوفوا مع بعضياتنا كلشي. هانتوما شوفوا باش تعرفوه لبان الذكر مزيان، وراه فيه انواع، ولكن الناس لي بروفيسيونيل كيعرفوا يفرقوا ما بين لبان الذكر ديال التجميل ديال البخور ديال الماكله، لان تيستعمل حتى الذاكره. ردوا البال هنايا والريحه ديالو تتكون مميزه جدا. غادي يعرفوا اللي خداو من عندنا غادي يعرفوني علاش كنتكلم، لان فاش كيوصلهم كيشكروه ليا بزاف بزاف بزاف، تيقول لك خدينا تاعينا ما خديناش بحال هكا. غادي ندوزو كما قلنا دابا للطريقه. غادي نجيب واحد البول اللي كيستحمل الحراره، حنا كنخدموا بهذا اللي فيه العبارات، غادي نعبروه بوحدو الا ما عندكمش الابارات عاده باش نخويو فيه الماء ونعبروه. الا كنتي غير بوحدك ديري غير 72، كنا حنا بينا نعبرو بزاف هذاك يعني عبارات بزاف، ما نهضروش نهضر معك على بواطه وحده. نتوما بنات غادي نزيدو دابا النشا، اللي عندها البشره ناشفه غادي تزيد الدقيق الابيض. انتوما بنات كما شفتو معايا المنقوع ديال لبان الذكر غادي نزيدوه كما قلنا جوج معالق ديال النشا، حتى لجوج ونص على حساب، ولكن كما قلنا اللي عندها المشكل ديال البشره الناشفه بزاف وحساسه غادي دير الدقيق الابيض ديال الحلويات. غادي نديرو فوق البوطه، ولكن قبل لا نديرو فوق البوطه خصني نحركو مزيان حتى ما يبقاش عندي فيه التكتلات، فهمتوا؟ ما يبقاش عندي فيه دوك الكويرات، من بعد غادي نحطو فوق البوطه ونرجع. هانتوما بنات القوام ديالو كيفاش كيولي لينا فوق البوطه، شفتو كريمه ناجحه 100%. دابا غادي نحيدوه نشوفو ياك ما فيه شي تكتلات ولا شي حاجه، ونكملو باقي الوصفه. تاكدوا البنات بلا ما كاينينش تكتلات ديال النشا ولا شي حاجه، غادي نضربوه هكذا بالضراب
والكريمه ديالنا كتزيد 3 اطار. انتم بنات اش غتضيفوا دابا؟ انا هنا عبرتو هذه الخلاصه ديال ارقسوس، راتو اللبان الذكر مع ارقسوس راتو نائي خطير جدا للبشره، وار 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 بجوج بهم كيصفيو البشره. هذه الخلاصه ديال ارقسوس. غادي نزيدو واحد الكميه مهمه من زيت الارغان ديال التجميل، غادي نزيدو زيت الجليسيرين، غنيه على التعريف زيت الجليسيرين مهمه بزاف للبشره. كما قلنا زيت الورد، بغيتي ديري زيت اللوز الحار هنا ديريه، راه حتى هي غادي تجي. اللي ما لقاش الارغان غادي تعوضها بزيت اللوز. انتم بنات بعد ما زدنا الزيوت ديالنا غادي نضربو، سواء بيدينا او الضراب الكهربائي، باش نحصلو على بحال هاد النتيجه هادي في الكريم. شتو ما خصوش يكون عاقد بزاف، ما حدك تزيدي النشا هو كيعقد، ما خصوش هو يعقد بزاف، ما تخليهش فوق النار بزاف، لان فاش كيبرد كيتجمد كيولي جامد، ماشي جامد بزاف، خصو يكون كيما قلنا كريم بحال هكا. واحد الملمس فيه رهيب رهيب جدا. نزيدو البنات فيتامين او ضروري في هاد الكريم هذا، باش ديرو شي حاجه من الاخر واعره. انا درتو هنايا عبرتو، غادي نديرو هنا، نتوما ديرو اللي علاش قديتو، فهمتوني البنات؟ صافي وغادي نخلطو، وحنا حصلنا على كريم من اجود الكريمات فين يبان داكشي اللي كيتباع على برا. شوفو القوام كيداير، هو راه مخصوش يكون كيما قلنا عاقد بزاف. هذا التبييض التفتيح لكل شيء البنات، شي حاجه واعره خطيره جدا جدا جدا، تعطي واحد النضاره للوجه، معالج للتجاعيد، كيسد لينا المسام، عنده بزاف ديال الفوائد. معروف اللبان الذكر بانه كولاجين طبيعي 100%، خصوصا فاش لقيناه مع الخلاصه ديال ارقسوس، راه شي حاجه واعره. ان شاء الله راه غادي نديرها لكم في قريب هذه الخلاصه ديالو كيفاش كنديرو نصوبوه. هانتوما كيما شفتو معايا هذا هو القوام، غادي ندوزو باش نديروه في لي بواط. هذا هو لومبالاج اللي اختارينا ليها البنات، لومبالاج كبير تبارك الله، وعندو هاد الفران هذا باش ما يتخواش الكريم في الطريق لا قدر الله او لا، لاننا كنرسلو كيما قلنا داخل وخارج المغرب. كريم لوبان داكار ديال ام ياسين هو هذا الكريم اللي تكلمت لكم عليه في اللايف، راه شي حاجه غنيه التعريف. كما قلنا راه كولاجين طبيعي، مزيان انه كيشد لينا البشره، كيحيد لينا دوك الترهلات، سورتو اللي عندها دوك التجاعيد والخطوط العريضه والرقيقه اللي كتكون في الوجه، بزاف ديال الحوايج لاش كيصلح لينا هذا. حتى الكريم ديال العلك ان شاء الله راه غادي نتشاركوا معكم نفس الطريقه كيفاش شاركت معكم هذا ان شاء الله. دابا غادي ندوزو باش نخويوه قبل لا يبدا يجمد معنا. شوفوا كيف بدا كيجمد تبارك الله، واحد الريحه هنا يا سلام، يعني ما نعاودش لكم الريحه ديالو كيفاش دايره. انا بحال هاد المنتجات هادو تنكره انني ندخلو معاهم ملونات او منكهات، ما تدخلوا حتى شي حاجه، خليوه طبيعي، ما تدخلوا لا ملون ولا ريحه، خليوه طبيعي 100%. بحال هذا نستمر عليه واحد الفتره ماشي طويله بزاف، كتشوفي واحد الفرق، تتشوفي واحد اللمعان في البشره ديالك، وتتشوفي واحد النضاره ما كانتش عندك كاع. يعني اللي عندها الكلف وحب الشباب والمسام واسعين وداكشي، راه احسن حاجه هي هذا الكريم. غادي نستمر ونرجع معكم. انتم بنات بعد ما وجدنا الكريمات ديالنا، انا وريتكم كميه قليله ولا كميه كبيره اللي بغيتو ديروه نتوما، غادي ناخذ شويه وغادي نطبقوا اليد ديالنا، وغادي تشوفوا واحد الترطيب يا سلام. ماشي غير الترطيب، اللمعان ترطيب كيجبد لينا الجلده، ولكن اللي ما ديروهش هو تباتوا به، هو هذا كيدار كنخليوه حتى كينشف، ما كنهضروش باش ما كيخليش لينا التجاعيد، وكنحيدوه. الزيوت اللي فيه من احسن الزيوت، راكم شفتوني باش خدمت، خاصه ان اللبان الذكر تلاقى لينا مع الخلاصه ديال عرقسوس، كيعطينا واحد النتيجه ما شفت ما نقول لكم. شي حاجه اللي زربانه، شي وحده اللي زربانه على البياض وزربانه على التفتيح وباغا البشره ديالها يبان فيها الضوء بالزربه، دير معنا هذا الكريم اللي وريتكم اليوم، راه شي حاجه رائعه. شوفوا تبارك الله كنحس بواحد الرطوبيه في الجلد ديالي، ما عرفتش كيفاش نوصف لكم، خصكم تقادوه ولا تاخذوه باش تحسوا بهادشي اللي كنقول لكم انا. بالنسبه كما قلت لكم لي بواط، انا كندير هادو بالنسبه للكريمات، علاش؟ باش كيكون عندهم هاد الفران على حساب الكريم، وكنسدوهم على هاد الشكل، وكيجي الشكل ديالو هو هذا.
كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، تكونوا ان شاء الله استفدتوا بحال ديما، وتنتمنى تخليوا لي لايك ديالكم، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد مره اخرى، والى اللقاء الى فيديو اخر بحول الله.